مرحبا بكم، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده وكل ما كنتمناو في حياتكم ان شاء الله. الحلقه ديال اليوم غادي نخصوها السيجار ديال المعسلات، يعني السيجار ديال العجين ديال المخرقه. نشوفوا الطريقه ديالها ان شاء الله، وغادي نشوفوا يعني كاينين المحبين ديال هذا السيجار هذا، وكانوا سالوني عليه بعض الاخوات. ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديالو كيفاش عامل وكيفاش غادي نعملوه، وغادي نقليوه ان شاء الله في المقله. انا غادي نشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالو ونشوفوا المقادير ان شاء الله. ندوزوا للطريقه ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا يعني المقادير هما هادو، المكونات كاملة اللي غادي نعملو ان شاء الله. غادي نعمل كمية غير قليلة على حسب اللي كيعمل مثلا في المنازل ديالهم، واللي يبغى يعمل مثلا محلات تجارية يضاعف الكمية. هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، يعني 5 الكيسان ديال العنبة. هنايا غادي نشوفو مع الطريقة مع المقادير ان شاء الله. نعملو الدقيق ديالنا، وهنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا ملعقة صغيرة، يعني ما عامرش بزاف ديال الخميرة الكيميائية، وملعقة صغيرة ما عامرش مزيان ديال الخميرة الفورية. كما كتلاحظوا هنا غادي نعملوهم، غادي نعملو الخميرة على الدقيق. وهنا عندي ملعقة صغيرة عامرة ديال القرفة، وعندي واحد قبصة ملح، يعني واحد شوية ديال الملح. وهنا عندي الزيت، هنايا عندي الملح، عفوا عندي هنايا الزبدة كما كتلاحظوا مذوبة، عندي 40 غرام هنايا، وعندي 40 غرام ديال الزيت النباتية، يعني 40 مليلتر، يعني هنايا 4 كاس ديال العنبة. هنا غادي نضيف هاد الزيت، وهنا هنا هاد الزبدة هادي مع غادي نعمل معها شوية ديال الماء دافي، وغادي نخليها تطلق واحد شوية. وهنايا عندي ملعقة صغيرة ديال حبة حلاوة، ومع النافع يعني مخلط مطحون بجوج، ملعقة صغيرة ما نكتروش منه باش ما يعطيناش واحد المرورة في الأكل. من كناكلو الحلوة ولا كتبقى واحد النسمة ديال المرورة في الآخر، هذاك راه من النافع. هنايا عندي واحد 40 غرام ديال اللوز مطحونة، اللوز بقشور ديالو، وحبيتو تعملوه تعملوه، ما تعملوش كيبقى اختياري. وهنايا عندي واحد 40 غرام ديال الزنجلان، زنجلان مطحون. وعندي غادي ناخذ هنايا واحد شويه ديال الزعفران، يعني على حسب التلوان ديال العجينه، غادي ناخذ غير واحد شويه، ما ناخذش بزاف، يعني واحد الربع ديال هذا الكيس، الكيس هذا الربع ديالو. وهنا غادي ناخذ واحد جوج معالق كبار ديال الخل، الخل يعني الكحول. ولكن ما كتلاحظوا دابا غادي نعمل هاد الزبده هنايا، واخا هكاك ما غادي نسخنها شويه ونولي معكم. وهنايا ما عملت معها شويه ديال الماء سخون بزاف، باش ذوبنا ديك الزبده، ما كنت ذوبتها قبيله ما كانش غادي ندير باش ندوبها ديريكت باش نجيبها، ماشي مشكل. دابا هنايا عملنا هاد المكونات هنايا، والدقيق هنايا الا عندكم كاس بحال هكا غتعملوا جوج كيس، جوج من هاد الكؤوس هادو عامرين ديال الدقيق،
وغادي تعطيكم 500 غرام، اربعه منو عامرين مزيان كيعطيوك كيلو. اللي ما عندوش يعبر بكيسان ديال العنبه كما كيقولوا، اللي عندهم كيسان ديال العنبه. وهنا غادي نعمل واحد شويه ديال الماء، وهنا غادي نبقى ندخل، ما نعملوش الماء بزاف، يعني الماء غادي نعملوه شويه بشويه، باش خصنا العجينه ما تكونش مطلوقه بزاف ولا قاسحه بزاف. هي العجين ديال المخرقه هي كتكون شويه عاقده مزيان، ولكن كتبغي الدليك، الدليك وهي البوكس. نتوما هنايا خصنا نخلطو مزيان بحال هكا، وما تنساوش الله يخليكم تعملوا لايك وتعملوا البارتاج مع الاصدقاء، ما كتنساو، كنعرف بان ما كتنساو. واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك، يعني احنا ديما عندنا الجديد ان شاء الله، ديما مازال جديد. هنايا دابا بعد ما عجنا خلطنا كلشي بحال هكا، هنا غادي نعاودو نرشو واحد الشويه، يعني غير على ما نشوفو العجين كيفاش غادي نمشيو، باش ما تكونش مطلوقه بزاف تبقى توحلو فيها عاوتاني تزيدو الدقيق، اولا نجيو نخلطوها كامله حتى نجيو نعجنو عاد تزيد الماء، يعني كدوزها عليك مثلا فاش كتجي تعمل الماء او تزيد الدقيق، يعني بحال بحال، يعني كتكون صعيب عليها باش تشرب داك الدقيق وصعيب عليها باش تشرب داك الماء. هذه هي العجينه ديال المخرقه، يعني اللي ما عرفهاش كيخصو يعرفها، والاغلبيه ما كيعرفوهاش، قليل يا شكون اللي كيعرفها، غير اللي كيخدم هادشي ديال المعسلات ولا كيخدموا يوم رمضان رمضان. وهنا دابا ملي كنشوفوا العجينه ديالنا بدات كت بحال كتبغي تعجن، هنا غادي ننزلها الارض، نعملها على واحد على واحد الكرسي او شي حاجه، على واحد الطابوري، هنا اليوم غادي ندلكها مزيان ان شاء الله. الدليك ديالها بحال هكا، شوفوا مزيان الدليك ديال العجينه ديال المخرقه هي هذه. واللي عنده الماكينه يعجنها في الماكينه، ولكن ملي غادي تخلط مزيان في الماكينه ينزلها ويعمل لها هذه العمليه بحال هكا حتى كتجمع مزيان، وديك الساعات عادي يقطعها كريسات باش تصلح له، باش ما تعذبوش في الخدمه. هي الماكينه غادي تحيد عليك غير الدليك، ولكن من بعد غادي نعملو لهاد الدليك بحال هكا كنجمعوها حتى كتولي مجموعه، وان شاء الله فاش غادي نسالي الدليك ديالها وغادي نوريكم في الاخير. ها هي ما غادي نزيد لها لا ماء لا حتى شي حاجه. دابا غادي ندلكها ونولي معكم ان شاء الله. هذا دابا العجينه ديالنا مدلوكه مزيان، كما كتلاحظوا راه باقين فيها طراس ديال كيفاش كنعجنو، كنعجنو مزيان بحال هكا وكنضربو بحال هكا وكندلكوها مزيان، عاوتاني ندلكو هاد الجهه من هنايا نقلبو عليها مزيان، وهكاك هكاك حتى كتصبح بهاد الكزميتو هنا. دابا ان شاء الله غادي نعملو ليها غير باش نقطعوها طراف ان شاء الله. هنايا هنايا غادي نخليوها بحال هكا، هنا غادي نقطعوها على أربعة، هانتوما العجينة اللي كتكون مخدومة مزيان كما كتلاحظوا، يعني ما فيهاش، كنتمنى إن شاء الله تبان لكم مزيان، يعني كتبان معجونة مزيان. أنا راه دلكت فيها تقريبا شي تلت ساعة شي 20 دقيقة ديال الدليك، دابا نخليوها ترتاح واحد شوية ونولي معكم.
وهنا ان شاء الله من بعد ما دوزات واحد 15 دقيقه عملتهم هنايا في هذه البلاستيكه باش ما يضربهمش الريح باش ما ينشفوش. وهنا دابا ان شاء الله غادي نطلقوا هذه العجينه كما كتلاحظوا، وبغيت نقول لكم على حسب المخرقه اللي عملتها، هي هذه دابا عندها 24 ساعه فاش عملتها، انتما كيفاش كتبان، يعني باقا هذيك العسل اللي عملت كتكون عليها بريو، ما كتكونش ناشفه، ما عسلتها ما والو. هانتوما كنتمنى ان شاء الله تبان لكم مزيان. وهنايا نسيت ديك الساعه ما وريت لكمش القوام ديالها، يعني من الداخل هانتوما كتجي ساهله فلاخر، فلاخر يعني فتيه فتيه بزاف كاع. هانتوما يعني راه بلا سنان الانسان ياكلها، كتجي فتيه بزاف باش تشوفها، فتيه بزاف، وكتجي ما هي فتيه ما هي هشيشه ما هي رطبه، كتجي رائعه في الماكله. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها بالطريقه وكسميتو، والمقادير راهم في صندوق الوصف. دخلوا غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي ما شافوش، ان شاء الله تلقاو في هذا صندوق الوصف، دخلوا غادي تلقاو هاد المخرقة، يعني الطريقة ديالها والمكونات اللي فيها ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نطلقوا هاد العجينة، هي دابا ولات رطبت شوية مزيان، راه كانت قاسحة في الاول بزاف. وهنا اللي عنده مثلا الماكينة باش يطلق ديال الماكينة ديال التبراق يطلق بها باش راه فيها من الواحد وغادية. وهنايا ان شاء الله غادي نشوفو مزيان كيفاش كان، انا كنطلق بهاد الطريقة، راه بحال الطلاق ديال المطلق بحال ديال الماكينة بحال بحال، غير هنايا اللي كيطلق بالمطلق خصو يجيب الورقة يجيبها يعني على حسب الرق اللي يبغاه هو، ماشي جهه رقيقه وجهه غليظه وجهه، خصك قاد تشوف الرق اللي بغيتي ولكن جيبو مقاد. بحال هكا حنا ديما النص ديال العجينه ملي كنطلقوها في الطول بحال هكا، النص ديالها الكبير ليه، والنص غادي نقلبوا العجينه ليها غادي يولي نطلقوا النص اخر ليها، ما نرجعوش هكا اللور، لا كلشي لقدام. هنا هاد السيكار هذا كيطلع رائع بزاف، ومع الاخر فيها العجينه فيها كما كتشوفوا راه فيها القوام فيها، يعني كطلع رائع يعني بلا ما نعمرهم من الوسط ولا، انا كيعجبوني هكا، نتوما بغيتو تعمروهم هذوك كيبقى اختيار ديالكم، كاين اللي كيعمرهم بالتمر، كاين اللي كيعمرهم باللوز الحشوه ديال اللوز، بالاخر بالتين يعني بالكرموس. حنا دابا قلبنا العجينه ديالها وحنا كنعملو النص لهيه، كنشوفو البلاصة اللي هي غليظة كنمشيوها هاكا، تمشي العجينة ملي كتبغي تمشيها كتعمل ليها هاكا وكتمشي، كتبقى ترجع في الخوام وضرب العامر، ماشي نجيبها عامرة وندي عامرة، لا كنرجع الرولو بحال هاكا وكنتكي القدام وكنمشي لهاكا. نتوما ما قطعت لكمش الفيديو ولا شي حاجه باش تشوفوا كلشي مزيان. وهنا غادي نقطعوا نص ميطات ان شاء الله.
كما كتلاحظوا هنا غادي تشوفوا على حسب، بغيتو تعملوا فيها 4 سنتيم، بغيتو 5 سنتيم، اللي حبيتوه. انا غادي نعمل فيها تقريبا هكاك شي 5 سنتيم. هاد الجرارة كتلعب، كنت تدي لك كسميتونيش. وهنا غادي نعملو بحال هكا، هنايا كتديها بحال هكا، هانتا بحال هكا، وكنقطعو وكنمشيو عليها بحال هكا كما كتلاحظو. هانتوما كنديوها بحال هكا، وهي راه ساهلة في الخدمة ديالها. هكا منعملوهمش غلاضين بزاف، يعني شوية بحال هكا. هكا غادي نمشي معاها. هاي كما كتلاحظوا انت، وهنا ما نزيروش عليهم بزاف باش يعني الزيت دخل في الوسط، يعني باش يطيبوا من الداخل. يعني بحال كنديوها كتكون بحال خاويه شي شويه. انا غادي نتقل معكم باش تشوفوا. يعني راه كاين الخوا ملي غادي تدخل الزيت لداخل. دابا غادي نسالي هاد الكميه ان شاء الله كامله ونولي معكم. وهنا الا بغيتو تعملوهم صغارين على هاد على هادو، يعني النص في هادو تعملوهم. انا غادي نعمل النص هكا ونص هكا ان شاء الله. وانتم اخواني السيجار ديالنا واجد كما كتلاحظوا. دابا غادي نخليوه يكرم واحد شويه ان شاء الله، يشد راسو شويه هنا، عاد نديوه للمقلى. وملي غادي نعملو في المقلى خص تكون الزيت سخونه مزيان، باش اذا كانت بارده ناقصه مازال ما طايباش، ما سخناتش، ما طابتش الزيت، مازال ما غلات، يعني حتى تقرب للغلايه، عاد يمكن لينا نعملو الزيت عفوا هاد السيجار ديالنا باش ما يتحلش. وهنا ان شاء الله ملي هو راه غادي يتحل واحد شويه، يعني ماشي غادي يبقى بحال هكا، غادي يتنفخ شويه وغادي يلحق شويه خميره وفيه هذه. المهم غادي نشوفوا من بعد ان شاء الله كيفاش غادي يكون السيجار ديالنا بالعجينه المخرقه ديال المخرقه ان شاء الله. يلا من بعد ان شاء الله. كما كتلاحظوا راه كنت بديت القليان هنايا، هنايا كما بحال دابا هذه كتلقاوها بحال هكا، خصنا نتقبوها بحال هكا، يعني على ثلاثة د المرات بحال هكا خصها تكون متقوبة. يعني نشدو فورشيط ونتقبوها ونعملو في الزيت بحال هكا، يعني كيجيو رائعين. بغيتو تعملوهم صغار تعملوهم. هنايا بحال هكا باش كنتقبوهم باش ما يتحلوش. ها انتما كنتمنى ان شاء الله تشوفوا تبان لكم مزيان. هنايا كما كتلاحظوا السيجار ديالنا كما كتلاحظوا هنايا مازال جا في الاخير ان شاء الله. غادي نشوفوا السيجار ديالنا كيف عامل. هنايا خصنا ملي نبقى نعملوهم هنايا في المقله ما نحاديوهمش حتى كيشدوا الروسهم، حيت الا كتقيسهم لا يقدر غادي يبقاو يتفتحوا. دابا ان شاء الله ملي غيطيب هذا الشيء هذا غادي نبقى نقلبو، غير كل مره نبقى نحركو مثلا ماشي بقى نخلطو، يعني كتحمر شويه هكا غادي نقلبوها بحال هكا، عاوتاني تحمر ونقلبوهم شي 3 4 المرات بحال هكاك كنزولوهم باش كيطيبوا من الداخل. ها انتما كيفاش كنقلبوهم، خليتهم بداو كيتحمروا شويه وغادي نقلبوهم بهذه الطريقه. راه كيجيو فتيين بزاف، كيجيو رائعين في الماكله. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، هذيك الساعه تشوفوا السيجار ديال العجينات المخرقة ان شاء الله.
وهنا لو بغيتو ما يجيوش غلاضين بزاف نقصو من الخميرة، عملو خميرة غير شوية. هنا كيعجبوني بحال هكا، كيعجبوني فلاخر كيجيو غلاضين شي شوية وكيجيو يعني رطب في الأكل ديالهم، كيجيو رطب مزيان. كما بنادم واخا ما عندوش السنان ياكلو. هانتوما كيفاش كتجي السيكار، مازال ان شاء الله غادي نوريكم، كتجي بحال هكا. دابا وهنايا في العسل بقا نخليهم شوية في العسل هكا بحال شكل مخرقة، يعني هنايا ملي غادي نقل يعني ما يبقى لي والو باش نزولها، نزول يعني نخوي المقلة، نفرغ نحيد هاد نخوي داك العسل، ما نخليش يعني خص العسل يكون ديما يكون خاوي على حسب باش نعمل فيها الحلوى الاخرى عاوتاني، باش ما تبقاش ما نعمروش تما شي على شي بدا يتهرس لنا كلشي. هانتوما بحال هكا نبداو نقلبوهم بحال هكا، كل مره نقلبوهم نقلبو حتى ناخذو الكولور اللي بغينا، والعافيه راه ناقصه شويه يعني مويه، ماشي مجهده، ما هي ناقصه يعني عاديه. هنا ان شاء الله كما كتلاحظوا دابا هي طايبه. دابا غادي ناخذوا الحلوه ديالنا ديريكت العسل بحال هكا، واحد اليد كتغطس وحده كتزول من العسل، من عفوا من الزيت بحال هكا، ونقطروها شي شويه من الزيت بحال هكا، راه كتكون كتاخذ الزيت بحال هكا الطريقه. وحنا غادي نستمر ان شاء الله بهذه الطريقه، ونعسلو شويه مزيان بحال هكا، ما نخليوهاش يعني ناشفه، خصنا ندوكوها تحت العسل باش ما حدا هي سخونه كتشرب العسل، لحقاش علاش دغيا كطيب ودغيا كنزولوها، كيخص هذه باش تكون شربت العسل ديالها، أما ماشي غير نلوحوها ونعمرو المقله ونخليوها هي. وهنا عاوتاني نفس الطريقه بحال هكا. هنايا عملت شي حبات هنايا قصارين، دابا نخليو يتعمر صافي سالينا. وحنا هنايا يعني ما كتحلش كاملة، ملي كنتقبوها بالفرشيط، إذا ما تقبتوهاش راه غادي تحل كاملة. هذا دابا هادي هي محلولة مفتوحة واحد شوية، ولكن ماشي مشكل، يعني وحدة ولا جوج ماشي مشكل. دابا هادو كاملين هنايا كنبقاو نقلبوهم بحال هكا كل مرة حتى يطيبو بحال شكل البريوات، يعني بحال البريوات كنبقاو نخلطوه في الزيت ونحركوهم باش كيطيبو مقادين، حتى هادو كذلك ومثال بحال هكا باش كيطيبو مريقلين، ميجيش شي محمر شي بيض شي بحال هكا. دابا ان شاء الله ملي غادي نسالي هادشي هذا كامل غادي نولي معكم، وانتم السيجار ديالنا كما قلت لكم كيطلع رائع بزاف، انتم كيطلع هائل في الاكل ديالو وفي كل شيء. هنايا ملي كيقربوا يطيبوا يعني ما يصلح ليناش بقا نقلبوا وحده بوحده، غنعملو بهاد الطريقة كيما قلت لكم، يعني بحال الشكل ديال البريوات بحال هكا هكا، حتى كناخدو الكولور اللي بغينا وكنزولوه. دابا هنا صافي سالينا، وهنا ملي كنستفو باش يقطرو خصنا نعملوهم واقفين، نعملوهم واقفين ما نعملوهمش هكا ناعسين، واقفين باش ديك العسل اللي فيهم في الوسط تخرج. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تنساوش كما قلت لكم لايك الفيديو والبارتاج مع الاصدقاء، وما تنساوش الجرس ضروري باش اي حاجه عملتها توصل لكم ان شاء الله. يعني وصلنا لنهايه الحلقه ديال السيجار ديال العجينه المخرقه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها،
غادي تعجبكم بزاف بزاف. وانا زينتها بهذا حبه يعني بالزنجلان كما كتلاحظوا هانتوما. يعني هنا غادي نقسم معكم، هنايا شوفوا هنا عملت هذا الديكور، يعني كتجي بحال هكا، يعني بحال شكل وريضه. انتما من تحت، يعني ملي كتكون وحده طويله كنقسموها بديك الجراره، كنقسموها على جوج بحال هكا، وكتعطينا الديكور بحال هكا. انتما شوفوا من تحت، شوفوا هنا، وهذه كتكون سيجار يعني عادي بحال هكا كما كتلاحظوا. كنتمنى تبان لكم مزيان، وانا ان شاء الله غادي نقسموا وحده هانتوما، هي كتكون عامره بالعسل وكتكون يعني رائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تبخلوش علينا باللايكات وبجميع الكسميتو هانتوما. يعني بغيت نشارك معكم تشوفوا كيف جات، يعني كتجي رائعه بزاف بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها. وهنايا على حسب كما قلت لكم، تعملوها صغيره تعملوها كبيره كيف ما حبيتو تعملوها، كتطلع رائعه بزاف. كنتمنى تجربوها، والى اللقاء في حلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.